رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم منها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه زاد القرن في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب صلاة التضوع، قال: وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى سبح يعني سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية الكافرون يعني قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص يعني قل هو الله أحد، ويقنت فيها بعد الركوع ويقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ويمسح وجهه بيديه. وأدنى الكمال ودرسي تضوئي سيدي تناد درسي درسي انكو ريي وحنك غسو هذا المي صلى لها تضوعا سيد الله ترتيبين ايوه wuxuu hormariyay unoo soo hormariyay salaadaha mashruuca ay tahay in jamaaca lagu tukado. Wuxuu marka u tartiibiyey musannifku sidaan xala soo marnay, salaatul kusufku uu hormariyey, istisquhu ku xijiyey, taraawiixdu ku xijiyey, witrigu ugu dambaysiiyey. Laakiin culimada qaarkood sida Cuseymiin oo kale witriga meesha ugu dambaysiiyey darajada labaad uu ka dhigay. Witrigii buu markaasii tafsiiliyey waqtiga salaata witirka ah, inta ugu yar iyo inta ugu badan, iyo kayfiyaadka iyo sifada ay leedahay sida loo tukado. Markuu ka hadlayey aqallu lwitri iyo aktharuhu، أقله هو ركعة واحدة بمسويري
أكثرهن وهو نو شيغي إن أو يهي 11. هذا كان مسألة كلو وتر كوحي كو صاب سمو نو شيغي يايو كمال أياجرو أقل مركلة رقعة واحدة، لكن كمال مركلة ودرجات مرك انت اغبى كمالك اكمل الوتر و11 كي اما 13 اما 11 واما 13 لله وضع النبي وكسر وحكى له ايغونا كمال هادو 9 كديغو هادو 7 كديغو هادو 5 كديغو انت صدام وضع كمال لكن مثلا 13 اما 11 او اكمل ugu kaamil nimo badan sagaalka ku xigo toddobada ku xigto shanta ku xigo aqallul kamaal marka adnal kamaal waa talaata marka hal ragcada keliya haddaad ka dhigtid xasala laka alwitru waa kuu ansaxay laakiin kaamil ma adnal kamaal talaata ah salaasa marka loo sheegay caawa wa adnal kamaali ay adnal kamaali lilwitri كمال مت ماشي وجوها صيصة أو وتر كأولية هاي ثلاث ركعات وثلاث ركعات سبع ركعات الوضوء وعكس الرية شهر ركعات وعكس الرية تدور ركعات وعكس الرية سبع ركعات وعكس الرية كو طبعا سدا أغلب أحوال النبي وحكى أيضا كمال كسر الرية كم ده 13 ركعة سيدي أن حالة صور الليل. طيب وأدنى الكمال ثلاث ركعات وي بسلامين لرا سلام نقصله لرا سلام نقصب الله يعني لو ركع الله إسرائيل وسلام نقصده وسلام وكب حيسا خدنا هل ركع على الجدار الكويس وحي الواقع اللي هاي بكون شيء يقرأ في الأولى صدح له رقعات رقعات هور وحقوق أخرنا يا سبح أي سبح اسم ربك الأعلى سورة ذا سقوق أخرنا وفي الثانية رقعات الله بعدنا الكافرون أي قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة رقعات صدحها وقود بيسنا الإخلاص وصرقات وترك وترك كحيريسي الإخلاص يعني قل هو الله أحد ساسا لوت انت سوى مسألو أدنى الكمال ما كلا دافو أوصد الكمال إيو أعلى الكمال بحالا كسوهر ويقنط مركب مسألة كلا قنوط اللي يرهدو وترك والا قنوطا قنوطكو ودعاء ودعاء ويقنط وقنوضا يا دعاء القنوض بالله إيمانا يا فيها في الوتر وتر كدهديس يعني ركعة داس وتر كودن بايسا أي أيوة قنوضا يا بعد الركوع ركوع انت الركوع ركوع ذا كعو اعتداله انت ناس جولين أي أيوة قنوضي ودعوين دعايسا دعوين قنوضي سقناتي دعا دانا كم ويقول أرنيا اللهم اهدني في من هديت إلهي وإهنوني انت ادهنوني سي إلهنوني وعافني في من عافيت إلهي وعافي انت ادعافي سي دحدودي عافي يعني انت ادعافي سي قدر وتولني في من توليت إله أمورتي إذا توليو إي قرقار أو إنو صريح انت الامور تود تولي سي او غرغارتي او دويسي وبارك لي فيما اعطيت اله اي بركه وحي اد اسيسي هدي دين تهي هدي علم تهي هدي خلق تهي هدي عظمة تهي هدي عقل تهي هدي عرور تهي هدي حولة تهي هدي زوج تهي الهي وحد اسيسي اي بركه وقني إله إغا إلالي وإغا لو شر ما قضيت إلهي وحد حكمتوت قدرتي قضاها قي قدر كاغا
وحي شرع إلى شرط ضيق النظر إنك أدعو إلهي تقضي أداء وحكمة ولا يقضى عليك إذنك ما حكمت إنه شأني لا يذل مد اللوب من واليت عدي آد لويسي والأمور تودة توليسي وقرقارتي إله لمد الليه ولا يعز إلهي معز معزوب من عاديت عدى ضلع الله يتنطين إله معزوب إذا ما قاره تباركت إلهي خير كاقي يا بركة ذي ويبلطي ربنا ربي جينو وتعاليت واذكر نقطي انت أصد أخذ ودعو متكالات كدر طوحة تري اللهم ألو إني أنوغو أعوذ وان مغنقليا بالرضاك خالي أهان شهاغان مغنقليا من سخطك عرضا ذان كم مغنقلي وبعفوك عفقاغان مغنقليا من عقوبتك عقوبة ذان كم مغنقلي إلهي عفو هاي عقوبين ويورك وبك أذان كم مغنقليا منك أذان كم مغنقليا إلهو عرض هذا عقوبة هذا عذاب كاغا أيان مغان قال يايو رضا محوان رضا هاغا إيا عفو كاغا إيو ربي نماذا هذا إلهي يكون مغان قال لا نحسي مكو بكرنو ثناء عليك أما كو ما إذلين كرنو إلهي أما أنت هذا مقاري ثناء عليك أنت أدوه ألو كما أثنيت على نفسك سيدا أدوه إسو أما طيبا طعي ساسولي اللهم صل على محمد كاسون مرة تصلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ساسالي اللهم صل إله حريصا على محمد النبي محمد وعلى آل محمد ساسالي ويمسح وجهه بيدي كعمه يقرأ تاغنا أيومك وجهك وقوم صحانيا طيب مصنف كما تدو أداس وصو أيو صو دريري وانا مركا لقنو دينا ووترك عدا وترك وي وانا كسب ناتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مركا درسي قدمين إن شاء الله تعالى شرف ديسة هي دور مسألة وكسابسا فان قدال الشيء قدونا لكن هذا وحويا في التوصح القليل عنك الشرف المفصل كان مصنف كوحيري وأدنى الكمال كمال كان أبوه وصي وترك حقيسة وترك حقيسة سرادة وترك ثلاث ركعات لو حنوصه مرتي أقله ركعة ركعة بأغوية وأكثره 11 11 بان أغوبلا يعني أكثر يأقل وحامركا أيضا نضعها هو صعوة مسألة اللي يرهدو أنقص وأكمل أنت أغو ناقص أغو ناقصا هي أنت أغو كامل لما لبلا أنت أغو ناقصا و وهل فقعد أما كمالك ودرجات ودرجات ماركة. خمسة معهم ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وإحدى عشر يعني شن درجة كمالك كمالك وشن درجة شن تدرجة مدى أغوها سيسو مكنو شيئا وآه ثلاثة ركعات وهاكو حيغا خمس ركعات وهاكو حيغا سبع ركعات وهاكو حيغا تسع ركعات وهاكو حيغا 11 ركعات سيدي لو تكون لها ايو صفات كودين حالا صوبر كلي هذا كان حقوقك الله يا أدنى الكمال بس هي وترك الله لا سمسي لك يدك الله وأدنى الكمال كمال متك أقوه سيئو صلاة وترك ثلاث ركعات وي وبسلامين لبس سلام مود
laba salaamood la salaamo naqsado, laba salaamood seed yeelay, yani laba ragcadood uu tukanayaa, waa tashahudayaa, waa salaad uu ka baxayaa, waa salaama naqsanayaa, asalaamu calaykum waraxmatullah, asalaamu calaykum waraxmatullah. Markaasuu haddana istaagayaa oo xidhanayaa, ragcaddii saddexaad uu keligee tukanayaa, wayusalli, markaasuu salaama naqsanaya, saasuu yeelay. Sidaasina waa sida siiqooyinka iyo qaabka sifooyinka witriga loo tukado ugu fadliga badan waa. Oo xadiidkii dib u laabo, salaatu llayli mathna mathna, salaatu llayli kuwaa labo labo, yani likulli ragcatayni yusallim, laba ragcadoodba waa salaama naqsan, waa salaama naqsan, waa salaama naqsan. Ragcadda ugu dambaysa witirkaa buu ka dhigayaa marka gooni. Hadda saddex markaa tukanaysid waa laba ragcadood iyo ragcad, saasaa marka badan. Wahuwa alakharu camalan, yani sida lagu camal saasaana camalku u badan yahay. Laakiin xalawatan soo marnay waxaa kuu bannaan saddexda ragcadoodba inaad israacisid, oodan fariisan oodan joojinin ilaa fii aakhiriha, saddexda ragcadoodba israacinaysaa, aakhirka ugu dambaysaad ayaad atxiyaadaysaayo, hal salaan keliya ayay leedahay. Taasina xalawaa soo marnay, taasina waa kuu bannaanta, taasina waa kuu bannaanta. Laakiin sida camalku u badan yahay oo afdal kaahi akmal kaahi waa inay salaamayn tahay. Waafa tayib, maxaa lagu akrinaa hooyada? Yaqra'u, wuu akriyayaa qofka saddex witrigiisa saddex ka dhigay, wuu akriyayaa fi luulaa, ay fi rakcati luulaa, ragcadda koowaad wuxuu ku akriyayaa sabbix, ay suurat sabbix isma rabbika alaclaa, suuradda sabbix isma rabbika alaclaa buu akrinaya. Wa fi thaaniya, ragcadda labaadna wuxuu ku akrinayaa qul yaa ayuha alkaafiruun, ay suurat qul yaa ayuha alkaafiruun buu ku akrinaya. Wa fi thaalitha, ragcadda saddexaad oo witriga ugu dambeeya ahna wuxuu ku akrinayaa suuratu alikhlaas, yani qul huwa allahu axad, bacda alfaatixa wey ya wa bacda alfaatixa, faatixadu waa qasar, لأنه هو تصوم مرني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، صلاة ما لها قطعا فاتحة الكتاب أقرسي فقعد هورا مركز فاتحة الكتاب أقرسي وعلى آخرين يسا سبع زمان ربك الأعلى فقعد الله بعد مركز فاتحة الكتاب أقرسي وعلى آخرين يسا قولي أيها الكافرون فقعد قد ما يسوي ترقانا مركز فاتحة أقرسي وعلى آخرين يسا قولي والله أحد وهدي قفكو وصدح فقعد تحدي haddii uu ka badinayo qur-aanka oo qur-aan dheeraa lagu akriyaa, nabiga sal allah alay suuratu lbaqara iyo aal cimraan iyo nisaa oo hal ragcado ka mida ku akriya salaatu llayl, waa kuu furan tahay, waa kuu furan tahay. Laakiin qofka oon inta ugu gaaban wey, inta ugu yaroo ugu gaaban oo lagu akri karaa intaas. Tayib, markii uu tukado oo witriga ragcadda ugu dambeeya uu joogo, ama saddex ha ka dhigto witrigiisa, ama shan ha ka dhigto, ama toddoba ha ka dhigto, ama sagaal ha ka dhigto, ama kow iyo toban ha ka dhigto, ama saddex iyo toban ha ka dhigto, yacni ragcadda ugu dambeysa witriga markuu marayo wuu qunuudaya, wa yaqnutu, wuu qunuudaya, qunuudku waa ducaa waay, waa qunuudaya fiiha, ay fi rakcati thaalitha, ragcadda saddexaad ama ragcadda shanaad hadduu shan witrinayay, ama ragcadda toddobaad ayuu witrigiisu toddoba ahaa, ama ragcadda sagaalaad hadduu sagaal ahaa, ama midda kow iyo tobnaad midda uu ka dhigtaba, ragcadda witirka ugu dambeeyo ayuu qunuudaya. Bacda arrukuuc, rukuucda kadib, rukuucda kadib, rukuucda ka horna waa soo aroortay, labadaba waa soo aroortay, laakiin waxaa badnayd rukuucda ka hor. Rukuucda ka hor Abu Hurayra iyo Anas iyo Cabdullahi bin Cabaasi baa laga wariyey,
أما الركوع ده كبعدي أبي بن كعب أيا لقولي وعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الوتر قبل الركوع نبي وحوها كي قنوذ ركوع لكم. إذا ثبتت قبل الركوع وثبتت بعد الركوع يعني قنوتك 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 إنه مركو قل هو الله أحد أخري إنتو نفركو عنه قنوضه ولي مركو الركوع الركوع دي كسو قعد اعتدال كان إنه قنوضه أيضا هو يبنان تاي لكن محافظا وأكثر العمل بعد الركوع مركا ويقول وهو أرني دعاء كل ركوع لها ودعاء صاخب اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت تسوى دعو والغو أمان كلنا والغو سيدرا مركة لكن هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم طيب دعاء مركة هذا الصيغة دي كتمد وصيغة إفراد اللهم اهدني إله إهنون اللهم الله اهدني إهنوني وقصص كلي اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبعد كل بضل وهو الإفراد فرق قفكم مركم مفرد يهي كلي يهي منفرد المنفرد كلمة مركو تكنيو ها ساس قد أي سنة لكن مركو إمامي هي مركو إمامي جمع قدقة اللهم اهدني ماشي هي اللهم اهدنا أيولي وين دت دعية وإلا هدو اللهم اهدني دعية حويا دت كنا آمين أوليهين نوع خيانة كجفت كل جيسة دعي سنة نفتيش كل جيسة دعي سنة تبكين وموشرين ودعيني هذا تبكي آمين لي كل سنة دعي سنة هذا نوع من الخيانة ويعني لين عرمض وهكذا يتولم إذا مثلا نتقع عن ملاي مركة تبكي تجيان ودعينا كل جيسة دعي سنة هذا تبكي آمين 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 لي وحال غيابا كل جيسة دعي سنة أقول أنا كينيس أقول أنا كينيس دعاء فردي هو عفدي دعاء دي وكل جيسة دعي سنة تبكين وحين مودين ودعيني مايا مركا وينو عام كدغا اللهم اهدنا مركا وحال لغوري نبي صلى الله عليه وسلم انو يري من اما قوما فخص نفسه بالدعاء فقد خانه قفكي ضد امام النقلة وسلاة الدشية ادعى لنفتي سكو قوني يالا وخياني تذكي وخياني مركا قنوتكي وينو عام كدغا اللهم اهدنا في من هديت والهداية اللهم اهدني اللهم اهدنا في من هديت الهداية لا معنى علماء الشيء بمعنى الدلالة والإرشاد تصالين إيه وقت السن من الهداية مثلا كما سوقات مورها كلها عادية قف عن مجال الأقون أما تشدتك كالأقون أياك ويديوك ويري ميل هبلاء محافة هبلاء نصعدة أو طريق اللومري أدونا واتقانا فهذا إشارة صحة على طريقة أموي مركوة تصالي وحبات تصيصي هذه نوع من الهداية نوع من الهداية هداية الدلالة والإرشاد هداية الدلالة والإرشاد أم بيدي يا صالحينتي يا دعادي يا علمدي كل وذي يشاركون قف كستو العلم له قف كينا طريقة توصلوا إله الرالقة كي هي علميا نادو عديسي فاكو فرض هداية كلا وهداية التوفيق وخلق الإيمان في القلوب هي ثباتك إلهي نكو وافقشيو عملك فرك هداية الدلالة وحيكو حصلها العلم علمي جواك على تقانا وحي إله رالك كأها يوحنا رالك كأهين مكي لغو برا ودو تشيدا ولو تسي
هداية التوفيقنا وعكو حسشا إن إلهي إيمانك عملك صالحة هاكو وابتشيو يا خلاص ما كان لبدي بإلهي وابودي سنس إلهي وطريقي حقا هاني توصيو علم صالح علم نافع يقو أرزق عمل صالح هاني وابتشيو فاسوي ما طمعنا الهداية ده إلهي بالي إذن إلهي هنوني مهنوني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء اللهم اهدنا في من هديت بخي إلهي أدومه سئن بضان وكم بذبو هنوني أكو حال لا لهاي إلههم إنت هنوني نيساني غنى يغم بذي أدو كاليغا إسكو مكو بيس هداية إلهي وواسع من غير بادياه مساجد كو كاديي أي دفق عن أنتين فكاسو النبي وكدعي صلى الله عليه وآله وسلم فأوليس كدعي هذا ما قلنا ما يستمش وكاد شيء بيها بيه قدالي أو طاهري لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووعدي سير الدقن ونحريس له واحتصالين له وفك موصون تايدون وحا أقوانين وعلم لهين جاهل كيه وحما كجاهل كيه وفك لغما لغما فرارو لغما عنات لغما عيلي حلال برا والله شيئا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعليمي بك وحؤاد وغيابي لمن كي أسوى بحسن يا النبي كعليي يا النبي يعني حسن خلقي سا يتعلم وناقي سي نحريس ديس مركز سبيري اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا إله أنا محمد من نحريس وعدك له نحريس نوي مركز النبي كويري يا هذا لقد حجرت واسعا شيء واسع هات صغير رئيس نحرس إله وبلاغة أبي هذا وبلاغة خلق لني كلام جارتا مكا أنا جي هذا كريم وكم مكا هداية إله وواسع وواسع ضد بغنا إله هنولي إله هداية لا سواسع إله أنا جانا وحرة ودحجل أنت هنولي أنت هنولي سيجا بديا وقصص النقرة وهذا تكلم عتاي من فريتاي وإلا هذا الإمام تاي اللهم اهدنا صلى الله طيب وعافني في من عافيت إلهي وعافي انت عافي سي انا الى عافي يقدر عافي يدو دين كان واقشا الدنيا دنا واقشا دين كان واقشا يو إلهي وحدي عافي سا أمراض الدين كأصيبتا مصائب الدين كإله ويبعاف هو دين كيغيين نبضية نبقى دعوين كسوا عكم إذا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا إلههم مصيبة ضيئة الدين تأييل دين كإله نقول دوره إيمان كإله نقول دوره إخلاص كإله نقول دوره وكو أرزقه أمراض القلوب هي معاصي إله نقاط ديريه وعافية أمراض كريتو جسد ككل على يعني أمراض قلوب حكم ده وحيالا مسائل تقف كدين تكرق الشيء الله ما يراضي كتماد شبهة وحلي ده الشبهة وحد دين قد أم ليني سيد لكن دين أنا هاي وضلالي بعدها لكن دين أنا أو هاي ستان وشبهة شهوة نواجف تايو نفت هذا شعل نفت هذا كعكين نفت يه ولا ذا كجيدنيس معاصي ضر لنا وساس قف كسم معصية كل عا يذنوب كل عا نفت جيدتي نفت إلا خفته حاجة نظر الغو أوضي نبي صلى الله عليه وسلم وحيله حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات يعني النار توح يكو أوضن تاي وح نفت الربطه جنة روح يكو أوضن تاي وح نفت النعره مركان ذنوبته يا معاصي ذي وحاسي وفاسق نما ذي كل قدوة وأنا من أمر الشهوات هي حلاشة أن لقتها جو حراني منها أن لقتها وصل فشهوات كنفتر كل قدوة أمراض أو دين كأهوال ما كإلهي نكابد بعديه بعد إلهي ودي سنة سوى إلهي دين تعالى كون دور وكون بديع في عبادة ذي ضاع الله ذنوبته هذا ندار الدنيا ذا إن إلهي جرك هو عافيه أولاد إلهي كو دوره أزواج إلهي كو دوره مالك إلهي كو دوره عقلك إلهي كو دوره
caafiyadaas badankana labadaba labadiiba ilaahay marka weydiiso. Weliba midda diinta aada usii daran, aada loogu sii baahi badan. Midda kale ilaahay inuu kaa caafiyo, kaa dhowro caradiisi, cuquubadiisi, cadaabkiisi. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما نلت قيام الشدة لذو الصحابة لآل وشيكيي مركاسي إلهنا يا رسول الله محان أرن محان نرهنا مركاس النبي ويري اسأل الله العافية إلهي عافية ويديس إنه إلهي نكعافية ونكعافية إنه إلهي نكعافية وقوبة دي سي عذاب دي سي دروب تعد بشي مركا عافية ونوات أصواب العرب دين إيه الدنيا وقلسة وعافني إله يعافي في من عافيت أنت عافي سيء وعافي سيء استقامه في عافي ما دي نبت قليو عافي سيء إله يود وتولني إله يو أمورت إذا تولي في من توليت كلمة المركة وتولني لبا مادو أي مت كتمت إما من الولي إن كتمت والولي هو القرب والدواشة ومرك معنيه وحن قنيا اللهم تولني أي اللهم قربني إليك إلهي إيكا دوي حقا غي دوي فقف إلهي ودونا فقف إلهي رالك نقضي قف إلهي دوي قف إلهي دوي وقف إلهي خالق النقضي إلهي دوي حقاق إيه دوي وما كانوا نران من الولي ذيك من الولي أما حلقية بأين كتما من التولي إله أمورت إذا تولي وبمعنى الولاية نقنيسا والنصر والنصرة إلهي إيه قرقار ويتولي أمورت إذا تولي الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا وولاية خاصة مك وولاية خاصة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور إله ألا مؤمنين تولي قودية هي وأمور تدو تولييو ظلماتك أنت كبحي النور كأبحي ظلمات الكفر ظلمات الشرك ظلمات البدعة ظلمات المارث منها الحقد والحسد ما كسوه بحنا يا ظلمات الجهل عن الدين فأنت لغب فيه ظلمات نور الإيمان منها نور الإخلاص منها زيادة الإيمان وهكذا نور العلم نور العبادة إلهي بحنا يا ولاية خاص الله ما دي معنا بمركة وكويسة إلهي ويدويه إلهي أمورته إذا توليه إيقرقاره إنصريه ما ركتا إنت يؤنا وين نقونيس إلهي وإنه قولي ناصره إيقرقار معينا إيقالمي أموره إيقالمي مركة الله ما دي بمركة إجعلني قريبا منك إلهي وقدق متودو الله ما دي معنا بوكويسة وبارك لي فيما أعطيت إلهو إي بركة وحادي سيسي وحكى صنع ما هو ضيسة الربع كسي مر نعمة الخلق وجمال الصورة أبو ريتانك إلهي كو أبو إي قروح ذا إلهي كو أرزقي كسي كو قروحيي ونعمة نعمة العقل ونعمة نعمة سلامة حواس حواس هذه لحالها جيو إلهي كو كملي ونعمة سمر نعمة النوم ونعمة هرددو وحلا كيك قف كي وياه نعمة الرزق ونعمة نعمة الولد نعمة الزوجة نعمة المال نعمة الدين عرف نعمة النشاط في العبادة عبادة دي النشاط ولا نعم كثيرة هذه وبدي هذه وبدي لكن نعم كاسو إذن هذان إلهي بركك هو قرنين وبال عليك يكون نغل بلا يؤي مصير يكون نغل لكن دي إلهي هو بركي
ilaahu noo barakee, ilaahu cumriga noo barakee, oo caqliga noo barakee, oo diinka noo barakee, oo cilmiga noo barakee, oo owlaadda noo barakee, oo aswaajta noo barakee, oo amwaasha noo barakee, oo cibaadada noo barakee. Yani waxaasa ilaahay barakaa la weydiistaa, barako barako, wabaarik lii fiima acad, ilaahay waxaad isiisay oo nicamka ah, ilaahu ii barakee, ilaahu ii barakee, barako igu dar. بركة العلم، بركة المال، بركة الجاه، بركة الولد، ود أدو ود ما كان الله عليه بركة النعم كوثر بدي. وقيني إلهي إذا إلالي شر ما قضيت، إلهي وحد قائد أد حكمتي أد قدرتي، لو حيانا بنا إلهي قدرها إلهي الشر تضي قال شر نويلي خير نويلي ولاجد ذلك علوم الوحيرة وحا إلهي أو قدره وحا إلهي أو قدره خير نوان نقضان شر نوان نقضان خير كي يشرت محانكو حتى شرت النفط إذا مرمرك خاركو خير كدش لكن مليهن إلهن امتحانه شر نو امتحانه خير كد مركز سبع إلهي لو يجيس كعلمات وحيرة وحا بني آدم كمناسب كأوه فضرة ديسة إيو حالة ديسة وخير وحي أن ملائم أهين وشر مثلا عافمات حوق علمها حولها أولاد صالحين تا مرت زوجة صالحة زواجك نفتيس وولا خير كل ذلك خير لكن إله ما بركة لو يجيس بركة إله إله أولاد إيه بركة إله زوجة إيه بركة إله زوجك إيه بركة إله درسك إيه بركة إله حوارها إيه بركة إله علمك إيه بركة وهذا اللي ده إله ما خير إله إلا قد البلا شيخ هذا يجهل يضعف يأولاد عاصقة يقول لحمد كان وشر إله ما لقمة قنقلة وحيانا مكا غريب كا والله يا رب كالي ويريهي قف وحي إلى هاي سيو كون قنعة إلهي إنو بركيين ويديست تتكا وكو يري أد ويري بل وادي يجانا لوا الشيغانا وريات كالشيغاني من ربي بات كالشيغاني شي غريب الله ياب لوا وحكا سوا وحن وحي حما حوليه حما بابور كي حما gabadhii xumeed wiilkii xumaa islaantii xumeed wax uun wanaagsan ma meeshii ma jiraan marka ilaahay tafaa'ul khayra laga fishaa wixii ilaahay ku siiyana waa lagu qancaa waana looga shukriya ilaahay baa looga mahadiyaa ilaahay inuu ku barakeeyana ilaahay baa la weydiisa ilaahay baa ku barakeeyana la shak barakadu badanayn keliya ma yacni tiradoodu inay badato keliya ma ee waxaa dhici karta qof xoolo badan oo xoolihiisana barako lahayn هدونا بإلهي يقولين وانا ضاعدي بقول استعمالي ان بركة منه وبال عليه والله حسابنا يا شيك صلى الله حسابنا يا سيد عذاب ما نتآخره من وحاجر وحي سيريهين بركة بديهين صدقه كل بحا وكن نوليهي وكو أسرينيهي وكن لوصونيهي خيرنا لك موايا وهكذا مركة إلهي ما بركة إلهي حديثي سيئي بركة إلهي بلوي ديسة إنك تقضي ولا يقضى عليك إنك عدو تقضي إلى الله وحكمة أمر كل أن إلهي بأسكر أمر كل أن إلهي بأسكر ألا له الخلق والأمر خلق يقول أن إلهي بأبوري وأنا أدومه سي أمر كل يوم أمر كل إلهي كريس بأسكر لكن إلهي لم أمر كم كي سمع الله لم أمر وحكمون على سمعية فالله سبحانه وتعالى يقضي بما أراد ولا أحد يقضي على الله ويحكم عليه إلهي وحر ربو حكم هو فعال لما يريد أحد إلهي حكم يهين مجد ولا يخاف عقباها قوم كمكو حلالي ولا يخاف عقباها ابتدى ذنب إيو عيد قبصتها مدن إلهي كما بقاه محايا خلق يقوله كله خلقه نعم إنه لا يذل من واليت إلا وحصامرني وتولني في من تولي
إنه لَا يَذِلُّ إِنَّهُ شَأْنِيَ لَا يَذِلُّ مَذْلُوبُهُ مَنْ وَالَيْتِ عِدَادَ أَدُوْقُ تَوَلِّسَ يَا مَرْكُولَ يعني الذل يخذلان يهوب ما أصيبه قف إلهي وناصر ويحي وولي ويحي وإلهي ومرتي ستولي تاون أقول قف كنا تاوع وكو قاري كرا ولاية إلهي وعلقو قاري كرا وتقوضة فتقوضة لك عبسك ساسو عبد الله بن عباس لي إنما تنال ولاية الله بالتقوى إلهي عبسدي سدى ولاية إلهي لقو قارا طيب ولا يعز من عاديت ما عزوبه الله وقفك لا لما رتي عدو لن نقطي مرت يعني قف إلهي عدو يسا وعدو إلهي إيه ما اللي بانه ما اللي بانه أبدا نبي بنا حديث القدس وحولية حديث القدس الله وكورنا يوم وقال ليه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب قفك إلهي توليي وإلهي ولغ أيهي وناصر كألا أيهي قفك عدو النقضة ربي بعد دقال أعلاني قفك ربي لا دقال لما ربي واقعت كان ولغ مرك أدون إلهي مؤمن حدبي هنا عداوي سن أظن أدعو عندما حبيب قليل النفط هذا سببت أيتها أدعوك مؤمنك وإلهي أراني يا اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت قفك عدو النقضة فبوحوليه فقد آذنته بالحرب من أسعبك مالك أسجر هذا أسجر قف البو ولا يعز من عاديت قفك إلهي على النقطي ما عزوبه من غالب نقضه عربتي سنو بونا تباركت يا ربنا باركت إلهيو واد بركضة دي خير كاغو وابط أي مركب بركضة علمد وحيرنا البركة كثرة الخير وسعته خيرك وإلهي كواسي وهي خيرة وهي خيرة حولها إلهي أكوب ديو أكوب بركيو كون نفع إلى الله كاغا ديو أولاد السيدوك لي أزواج السيدوك لي علمك السيدوك لي عبادة السيدوك لي عمرك السيدوك لي مرك بركدو وكثرة الخير والثواب وسعتي وتعاليت إله واتكر مقاطعي والله تبارك وتعالى علي على واصر لي واصر لي معك يعني التعالي هو العلو وتعاليت تعدى اسمك الله قدري أول الزياديي وحويا وللمبالغة في علوه ربي إنه سري أدلو علو القدر علو الذات علو الصفة انتظر هذا قدرك إلهي واصل ريا ذات ذا إلهينا واصل ريسا خلقي سوى قصر ريا صفاتك سنة ويسر ريان صفات وضع كاملة وآديات أسر ريان في إله إليه موصوف بكل صفات عليا صفك سؤاديات أسر ريسا أي إله إليه تبارك وتعالى انت أصل أخي انت أصبرك الأخير سيدو على أن كرتك داري اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك هذا كلماتها اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي أي الله لا نحصي مركات العلا ومركات جمعين لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك حدي عن إمام تهينا أما جماعة عدد عيني سنة وحلالها اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك وأنا حديثكنا وأكدنا أيوة في صحيح مسلم
وحان الأخرية سجودنا والواخرية. اللهم ألو إني أنوب أعوذ وان مغنقليا برضاك خالي أهان شهادة من سخطك عقوبة عرض هذا المغنقليا. علماء المركو حير هذا من باب التوسل برضاء الله. إله رضيه سات كو توسل أدو إله كبري إله رضاها غان رضاها غان مغنقليا يو عرض هذا المغنقليا. مركا تستجير يعني علماء الحيرة يحاولين الاستجارة من الشيء بضده، مثلا خضاء هي عرى وسبد مكان رضيه إلهي بعد ما قنق الشيء عرض السبت كما قنقل إله عرض هذا كما قنقل إله عرض هذا كما قنقل. وبعفوك عرض إلهي وحكينا هو معاصده يذنبتي مخالفة الشرعية. وبعفوك إله عفك كان مغنقل إياه من عقوبتك عقوبة ذان كان مغنقل إياه إله عف إله عفي عقوبة ذان وغن خريصها أن عقوبين ساسا دير. هذا مركا الشيخ هذا وحو عبري مصنف كاهي وبعفوك، لكن حديثه حاكسو أرارتي وبمعافاتك وبمعافاتك وارسكو معنا بعفوك هي معافاتك معافات عافية يا رواي عافية 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 دي وعافيني في من عفيت مدانس والله يقول عافية في الدنيا وفي الآخرة. مارك مارك لفظك حديثك قوي من إن لقى تافيا وما شرده لهيد وبعفوك من عقوبتك إن اعتراضه وبمعافاتك من عقوبتك. ومارك لفظك السيدة سوى بمعافاتك من ولقيا هذا وبعفوك رواية لك لأين يتهي، لكن رواية الصحيحة وإمام مسلم وصوص عري وبمعافاتك وي. وأنا حديثك عائشة عائشة وحيلاذ هاي فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش نبي قال لجي في فراشي هو لجي فين مركوي هردوي ويساحتي مرضى بيصوت وصي نبي قيل يدين عينك ويسي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت فالتمسته مركاسا دبا قوب قوبي واغاسنا في نوسى مجرين كرهي ومقدي مركا قعنتي كفراد السي فوائد كلا وحايا حايد وحان ملايي انو نبي قو اغتقي وهوين كيك آذي انو قاعتي ان ملايي تري ذنك الشيطان كغفو قلبي قو سغا توريا مركاسا قوب قوبي ترك عنك قوب قوبي. فوقعت يدي على بطن قدميه لبدا قدمين هي قعنت يدي كل عضي تربك وهو في المسجد نبي قول مكان سجود كيسي مش وكتو كري وكتو كريو وهما منصوبتان قعمو علوها يساء اتاقي نبي قول سجود سيء سجود وي ساس عربه اتاقيهن وقطمان وهو يقول نبي قول وارانا يدعى اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ساس أخر ليك مركاسي حديثك آخر كسي وحيلا هاي أنا في واد ورسول الله في واد آخر لا إله إلا الله أيدي وادي بكجر تايا وهمي وحاق على شداك وكو حي نبي وكاتر يهوينك كرو آلي لم يقل الدعاء دعاء وحنيا صلى الله عليه وسلم يناجي ربه اللهم إني أعوذ بك أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك بركة بدل وبعفوك وحن قاضنينا وبمعافاتك من عقوبتك على الروايد الصحيحة صلاص وأعوذ بك منك وأعوذ بك منك وبك منك نواجرت لكن هذا الروايد الصحيحة هي وأعوذ بك منك هذا حتى وأعوذ هذا سوء لنين وواو العطف أعوذ دي هوريكو عطفا مارك ماشي كو كجرتا لكن لفظة زيادة ذا كل وقيسات كل واغلاي أجر قوني هو لي مارك وأعوذ دي سوء لي وأعوذ بك منك وأعوذ وان مغنقل يا الله بك أذان كن مغنقل يا منك أذان كن مغنقل يا هل أقول
وح إلهي كان مجنجرين كراهي مجرو الله موي يا ويعد إلهي كان مجنجرين كتادي إلهي كوقفت كوقف صلاة مجر لكن إلهي سبحانه وتعالى وقع في كراهي وأعوذ بك منك مالك سأصدق وأعوذ بك منك لا أحصي ثن... لا نحصي وهذا جماعتها إمامها لكن هذا كلقاتها وكاد دعائي النبي قبل مركو كريجي وتكان يسجد سنة ودعائي لا أحصي سيدا لا أحصي وأعوذ بك منك لا أحصي إلهي أمك وبكره ثناء عليك يعني لا أدرك ولا أبلغ ولا أصل إلى الثناء عليك مجاري كره مجاري كره مهليري كره أما أنت أضعنا هديم النبي محمد أوليه لا, 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 لا أحصي ثناء عليك فما بالنا نحن مرك أنت كميت على نفسك إلهي وسيدة ذو سوء أما أنت أضعي أما أنت أضعي أنت صدقت الهداد أما أنت قادي مرك مرك هدو قفكم إمامي يهي وحولي يهي اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ساسولي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لكن هذا كلمات هاي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك هكذا طيب مركز كبعدي آيات النبي صلى أو حاضرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد انت عصو عدين الشيء ولبو حليه واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه من شيخه كتاب الشرحي هيا وحليه تضبضني وحيب قوق صدين اللهم صل على محمد كليه لا تستر لا تبخل لا تبخل اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم كمل تعدي سمك حقوق ختيمه يا صلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم مركو ختيمه ايو مركه وحوليه هي ويمسح وجهه بيديه كعمه كر تغنايو الى قبري ايو وجهه سدا او مسحان يا مركو دعادي دبني بسرعه مركه ورمضوا وإسكو هايستان قال وحيليا ميا دعادي سؤال ميسانا يا خلاص سجودي سيو سيو ذي وجهك يمنا من مرينا مركا دعالة مركا وجهك اللهم مرينا يا قال الله هذا دعيسا قعمها وجهك اللهم مرينا يا ودعالة قعمها كرلوتو اكتاي قنوت كأي دعالة عن صلاة خارج صلاة وبريها عادي ومركا سود الله إبري سيبا وجهك اللهم مرينا مركا وحيود ليشنا يعني حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورنا إمام الترمذي وصوص علي وليه عمر نبي إلهي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه لا يردهما حتى يمسع بهما وجهه هذا قعمها كرقا ذو إلهي أوبري بس علجر إلى وجه مرسل لكن حديث كعلماء المحدثين هو ضعيفين حديث حديث ضعيف فكما كهض لي وحكم دها حافظ بن حجر حافظ بن حجر صاحب كتاب بلوغ المرام مر كتاب بلوغ المرام هو حديث كاكو كيني ضعف في سنوات الشعري لكن شواهد بدن بولي شواهد مطالعات وحيالا ليري رادا جرا على عادتكم مولا يقانين علوم الحديث بيئا وحقاق سن لحين وحالا غيا بين فهم لحين بركو علي هاي يعني ضروق بدن ايو صحابة كالدودوانا لغوريي مركا آخر في وجود بيسي يعني دروغ داس كلنا والله ولا حد حلي هقا يجنا والله ولا اللي لكن عليه إن مجموع الأحاديث الشهيدة لهذا تقتضي بأنه حديث حسن مركا اللي سجيو حديث كوحون نقول يا حسن وقال حسن الدنيا هنا مقبول لا بأس بذلك ولا ما قال كذا مركا وحيلي الميا سنما حديث كاسو قرأي حديث كل هذه إن مرك وجي قال مري وصلنا ولما قال كذا وحيلين صلنا ما هبيت على ما هني واسكبوا بعض
xadhiga ma lahaa ducada mari wejiga masada iyo hadduna masada culamada qaarkoodna waxay leen maya maadaama uuna xadiidku saxiixi noqonin waa bidca culamada qaar aleh laakiin aldaahiru hadalkaas xaafid ibnu xajar caalimuhu aad mutalica ah axaadiista iyo shawaahideeda iyo duruqdeeda aada u qaalacdayna waa yahay nin aada looga dambeeyo culumtan xadiidkana waa yahay marka wuxuu leeyahay إن مجموع الأحاديث الشاهدة لهذا تقتضي بأنه حديث حسن مركي لجمعية حديث معناها صفر خصو أرورتي وحوجينيسا أود بزيادة نسي حديث يوحي قاليسا صحي حسن قاسينيسا ومليه أها احتمال كي أها إنه النبي كسوف لنين أيا يرانيا وحاقوي يوبي وحديث كان النبي كسوف لنين صلى الله عليه وآله وسلم طيب لما مسألو ده سيوان الله ما ضي لما مسألو مركا أي طبعا كبر الجي هذا مصنف كون ناشا جاي وقت قنوت كونو يعني وتر كثيرية الوتر الوتر لكن حسوا أرورتي wetriguna inuu ayadana wela samcmahl maxaa qunuudkuna inuu imanayo markii naazila iyo musiibo muslimiinta ay hayso in ilaahay la baryo in musiibadaas ilahay dadka ka qaado masalan cadowgoodii iyo gaaladiibaa ku mutasalitiin ku noqotay muslimiintii oo muslimiintiibay cadaadis lagu hayaa in ilaahay muslimiinta u gargaaro oo muslimiinta ilaahay badbaadiyo gaaladaas muctadiinta oo muslimiinta baabi'isana ilaahay uu maaragtay maxaa loo baryo waa dhacdaa oo nabiga sala allahu caleyhi waalihi wasalama waxaa saxiixaynka weliba ku sugnaatay inuu gaaladana habaari jiray weliba qabaa'il khaas ahaa oo nabiga ku ballan furay inuu nabigu habaari jiray muslimiinta mustadcafiinta ahayd oo maka lagu haystana uu nabigu sala allahu caleyhi wasalam u ducayn jiray اللهم انجي فلان وفلان وفلان من ولها قبائل بدن او حضاري والرعل هي ذكوان هي عصية هي كم ذحايين هي الحيان انه نبي حضاري مركز مسلمين تو مركز مصيبة اللي يكسو الدكتور مصيبة ايجو تنازلة لا 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 ايضا وابنا والا قنود كرا وولي بس صلى لها فرض كالي حدودة صلى لها فرض كالي ولا سيما المغرب وال iyo fajr ay culimada qaarkood yidhaahdaan taasna sunnada ugu soo martay malaahibta qaarkood ayaa waxay leeyihiin quruudka salaada fajrka loo daacimaa sida shaaficiyadoo kale waxay leeyihiin yudaawam fi salaati fajri waa madhab min almadaahib waxaa laga yaabaa bacd aladila inay jirto laakiin sunada saxiixa markay timaado nabigu ma daacimin ilaa fi lwitri iyo waqti naazila labadaas ma sunada saxiixa ku arkaysaa madaahibta kalena hadda kuma waafaqay imaam shaafici baa la goonaya salaada fajarka keliya uu daacima waa ogolyahay imaam shaafici naftiisa naazilada iyo witrka laakiin wuxuu ku ziyaadiyey salaadaha faradka ah in maaragtay salaada fajarka la daayo masale waa taas masalada kaleoo labaad hadda laba ducuu noo sheegay allahuma ahdina fi man hadayta iyo midii kaleyto oo allahuma inii acuudu bika biridaaka weliba midaas qunuudka keliyana maahane sujuudana ilaahay waa lagu baryaa sujuudana waa lagu baryaa waa xadiidka caaishan hadda soo arkaynay nabigu waa sujuudsanaa markuu arkinay marka duco kalea jirta oo iyadana soo aroorto la yihi imaamu axmed maarata uu soo saaray ayaa jirta iyadana oo la yidhaahdo weliba cumar ibn alkhataab ayaa ku qunuudi jiray marka weliba ayadaas in lagu bilaabaa ayay culummadu ayay qaarkood leeyihin aaday mustaxab u tahay
الدعاء مركز إلهي عن بري يسيد مركز ورع إلهي بعلى أمانة مركز أمانة هان دعاء أدو عجب بضان أيضا أدو قيمة بضان انت سكريرك وما صعب سنة اسكد دعايسو وحالا لوح إلهي كبر الدعاء خيري الدنيا والآخرة وتكد دعايسا كرتا مركز الدعاء وحاكم إذا إن 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 تراهذا أما عدد أدو إمام يهين اللهم إنا إن يراهذا ديك ريتنا اللهم إني أدو مفرد يعني عبد الله كين سيد اللهم إنا نستغ اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق دعاس بركة كل جيد إمام أحمد وحوليه لأنها ثناء على الله وأمان عليه والثناء مقدم على الدعاء أمان ولا غفر مريد دعاء أكد إلهي أمان تت هي دعاء الله بالله أكسا إلهي كفر دعاء دمك أكد معنى دوامة اللهم إنا نستعينك ونستهديك إله أدق أمك كالمويدي سنين ونهداية كاد البينا ونستغفرك ونذنب داف كاد البينا ونتوب إليك ونصون قنينا ونؤمن بك وانكر مينينا مرة بعد مرة ونتوكل عليك إلهي وألن كتل سارنينا ونثني عليك الخير كله إله خير كور ضمنك وأمانينا خير كإلهنا وبنينا ونشكرك إله وكو شكرنينا ولا نكفرك إله كو ما كفرنينا وكو شكرنينا كو ما كفرنينا كفرغو والله ونغون كرا كفر النعمة ونغون كرا ونغون كرا كفر معصية معصية هذا التي هو نوع من الكفر كفر مخرج من الملة ونغون كرا انت يا رب كينيا لا وقو شكرنين وقو مكفرنين ماذا ذا نقو مكفرنين معبودين ماذا ذا نقو مكفرنين اللهم إياك نعبد إله أديق أمبانك عابدين ولك نصلي ونسجد هذا نكوت كرنين نكوت سجودين وإليك نسعى ونحفد إله أديق سنكو قسو قاري لهين في ضهاجة وقاري لهين أيان أصعيننا وعمل فرينا وارضينا ولبا مركت نرجو رحمتك إله نعرس هذا رجينينا ونخشى عذابك إله عذابك كانك بقينا إن عذابك الجد بالكفار ملحق إن عذابك إلهي وعذابك ملحق كي هليل يوي بالكفار قال ذا هليل الجد لبنم شكل عن عذابك على قارض وقود عيا وكيه عليرا لا شك مرك مرك إلهي وعذابك يا مرك فانك بقينا ساسا لير انت مرك ترى هذا مركز كبعدي دعوينك كليتو وحر خير الدنيا هي خير آخر إلهي ويديسو ولو دعوينك جامعة وخير الدنيا خير آخر كل من يكد عيسو مرك سيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سيد معك اللهم إني أسألك من الخير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم تعسوك اللهم إني أسألك الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم هكذا دعوينك جامعة مركب الهدوء أي سكرة لا بد أن أسأله فأنا مركب إن شاء الله تعالى درسي وسوق بقبيننا وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.